أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لن ينقصوكم شيئا ولم يزاكروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عقدكم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقصروهم وقعود لهم كل مرصاد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلكم إن الله غفور رحيم. وإذ أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عقد عند الله وعند رسوله إلا الذين عقدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف بأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يردونكم بأفواههم وتخبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المهتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانكم من بعد عهدهم وتعانوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنكم لا أيمان لكم لعلكم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانكم وهموا بإخراج رسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم فالله
أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا الرسول ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سكاية الحج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في السبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في السبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فمن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأقوال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في السبيل وتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما
عقبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسولك وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يقتلوا جزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلكم الله أنى يؤفكون اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويخبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في النار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهود عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يكلونك أمه ويكرمونك أما ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، وزين لكم سوء أعمالكم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في السبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في غار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان أردنا قريبا وسفرنا قصيدا لتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقاق وسيخلفون بالله الذي استطعنا لخرجنا معكم يخلقون أنفسكم والله يعلم إنكم لكاذبون. أفالله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ لا يستحزنك الذين يؤمنون بالله باليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستحزنك الذين لا يؤمنون بالله باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أردوا الخروج لعدوا له عدبة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعد مع القاعدين.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبا ولأودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول أحزن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسخهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فريقون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منكم نفقاتكم إلا أنكم كفروا بالله وبرسوله ولا يخطون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تحجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله إنما يريد الله ليعذبكم بما في الحياة الدنيا وتزهق أنفسكم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفقهون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أخطوا منها ردوا وإن لم يخطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إليه راجعون.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبكم وفي رقابي والغارمين وفي السبيل العاقبة ابن السبيل. فريدة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يكسون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمنون بالله ويؤمنون بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يكذبون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليردوكم، والله ورسوله أحق أن يردوه فإن كادوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحدد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ولنلعب، قل أبالله بآياته ورسله كنتم تستهزئون. لا تختزروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نخفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.